وللمزيد حول ما شهده المهرجان منذ انطلاقه حتى الختام ينضم إلينا مباشرة من مدينة العلمين الجديدة مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، يعني بعد التحية، هل لك أن تستعرض لنا الفعاليات والحفلات الغنائية والفنية وأيضا المسابقات الرياضية وتصف لنا الأجواء لديك الآن؟ يعني في البداية دعيني أنقل لكم هذه الردود الفعل القوية والأصداء الكبيرة بين جمهور وزوار مدينة العلمين على هذه الفعاليات الضخمة والأكثر من رائعة التي شهدتها مدينة العلمين على مدار أكثر من 50 يوما منذ 13 يوليو وحتى 2 سبتمبر. هذه الفعاليات المتنوعة والكثيرة التي شهدها مهرجان العالم عالمين ما بين الفعاليات الرياضية والترفيهية والثقافية والفنية. وإذا تحدثنا عن الفعاليات الفنية نجد أن هناك تنوع وزخم كبير في هذه الحفلات الفنية، تنوع في الأذواق وفي أيضا الأعمار السنية وأيضا في مطربين مختلفين سواء من مصر أو من الوطن العربي. ليلة أمس كانت هي الليلة الختامية لهذا المهرجان الضخم والكبير الذي ولد كبيرا بالفعل في أولى دوراته لهذا العام. ليلة أمس كان الجمهور يستمتع بمزيد من الفرح والسعادة والانبهار بهذا الحفل الختامي الضخم الذي شهدته مدينة العلمين، حيث بدأ الحفل الختامي لفعاليات هذا المهرجان بإطلاق مجموعة من الألعاب النارية التي أضاءت سماء العلمين في ساعات الليل، ثم تم عرض فيلم تسجيلي عن فعاليات هذا المهرجان الضخم منذ بدايته وحتى انتهائه. وتم أيضا عرض جميع الفعاليات المتنوعة التي تم تنفيذها على خلال هذه الفعاليات. وبالتالي نتحدث عن مهرجان ولد ضخما، وأنقل لكم أيضا آراء الجمهور ورسالة الجمهور إلى أنه يرغب أن تكون هناك دورة شتوية على غرار هذه الدورة الصيفية التي أقيمت في مهرجان العالمين هنا في مدينة العالمين الجديدة. حسنا أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من مدينة العالمين الجديدة، شكرا جزيلا لك.